اليوم شغلة مميزة جدا. الرجل هذا عاش في الإمارات نغم الفرق كان حقته حاط عليه توين تيربو 2000 حصان، يقول أنا حاليا الأسرع في آسيا، ما حد قدر يغلبه وحاولوا كثير لكن ما قدروا. خلني أوريك من وضعية السيارة وشكلها واضح إنها لك هلكان هلكان أليم. شوف مغير وجهه كله كارون فايبر عشان يخف الوزن، وفوق كذا عشان يخف الوزن شوف مسوي الآخر مغير الأسيات. خلني أجي وجه ثاني عشان أوريكم أحسن، مغير الأسيات من أسياتها العادية عشان يخف الوزن، حاط أسيات من عنده. واو. طيب خلونا اوريكم الماكينه. شيء مجرم. تيربو شوف انا مغير وضعيه الاكزوز، اذا ما كانت تحت صارت من هنا. شيء جبار. رجال معدل فيها من كل جهه صراحة. دلوقتي هو واضح يعني ما أخذ هالسيارة على أساس يسابق فيها، يعني ما هو ما عشان يعني تونس فيها ولا شوف هذه نظيفة شو ليك. إحنا نتكلم عن هذه واضح يعني حتى البودي لما تشوفه فيها. شيء عجيب خرافي. طبعا فيها تفاصيل غريبة صراحة، يعني لما نجي عند الاسطبات ركب فيها هذه تمسك عند الكبوت. غريب ما حط لها فنت من هنا حتى يكون الايروديناميك عنده اقوى، حتى الجناح على انها 2000 حصان الجناح يعتبر صغير، لكن واضح انه مركز على تخفيف وزن السياره اكثر من انها تكون يعني قويه. فالافضل يعني اللي قاعد يسويه مش غلط، لكن عندك موضوع للإكزوست كشكل سيء، لكن كعقولتهم performance قوي جدا. بس كذا حتى هذه نغيرها كارون فاير. ما شاء الله عليه جاب لنا السيارة الثانية. طبعا هذه مش بيرفورمانتي، هذه كيت بس، هي هركان 610. فالرجال هذا ما شاء الله تبارك الله مهووس سيارات، يعدلها. يعني عندك السيارة هذيك على 1200 حصان. How many horsepower in this؟ 1800. هذه عليها 1800 حصان. توين تيربو برضه. شوف هذا التيربو الأول، هذا التيربو الثاني. فل كستمايز بيلت السيارة هذه. شيء خرافي. جبار يعني رجال حرفيا تعبان عليها. عنده طبعا شو اسمه ورشه شغال عليها، يسوي كل شيء، يسوي ريبيرت الانجن، يعدل عليها. طبعا هو الامانه يحب التوين تيربو، يعني كنت اسولف له على السوبر شارج يقول لي لا انت يعني حرام خذ توين تيربو تعطيك بوست اعلى تقريبا تكاليف مقاربه مش تكاليف عاليه. طبعا شوف هو يركز دائما على تخفيف وزن السياره. شوف كلام اللي يعجبني فيه حرفيا جالس يستخدم السياره يعني يسابق فيها، مو جالس يخليها شو رجال تعبان عليها عشان المواضيع هذه. فالامانه شغل الرجال مره رهيب. انا اخذت رايك ما احتاجه بعدين. هو نفسه صاحب السيارتين كلها توين تيربو، هذيك اكثر من 2000 حصان وهذه 1800 حصان. ما شاء الله. اصبر. حتى خويه رجع وخر منه. يا ساتر.